قال: كيف يمكن أن أختار شريكة الحياة الزوجية وما نصيحتكم لي؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن ناحية الجمال هذه على أمك أختك غيرها والنظرة الشرعية، ومن ناحية إن كنت تريد التأكد في النسب فعلى أبيك يتولى ذلك أو أنت، ويبحثون في نسبهم. وأما من الناحية الدينية فالأخبار التي تشاع عنها في حارتها، فأنت ستعرف من خلال النساء الذين اللائي حولك وما تدر من أخبار أن فلانا عنده ابنة صالحة وابنة مؤدبة لا ترى في نافذة ولا في باب، ولا هي مشغولة بالواتساب ولا بالإنترنت ولا بكذا ولا بكذا، فتسأل عنها أن الصالحات ما تسأل الطائشات، فهن سيقسن على أنفسهن، لكن تسأل الصالحات العاقلات وإن شاء الله تصل إلى مرادك.